السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقطع النهاردة بعنوان لسان غاوي مشاكل. الحقيقة أن النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حذرنا أشد التحذير من ذلك اللسان. فاللسان إما أن يكون سببا لدخول الجنة، وإما أن يكون ثعبانا بين فكين يلدغ الإنسان قبل أن يلدغ الناس. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر حينما سأله قال يا رسول الله من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك. ولما ذكر أشياء كثيرة لمعاذ بن جبل قال له بعد ذلك أولا أدلك على ملاك ذلك كل، أي ما يجمع لك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك هذا. فقال يا رسول الله أو إن لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله عز وجل بها في الجنة 70 خريفا، يعني 70 سنة، وفي رواية يكتب الله عز وجل لها له بها رضوانه إلى يوم القيامة. الله أكبر. طب في المقابل بقى شوف بقى أدي اللسان يقود إلى الجنة وإلى أنك ترتفع في الجنة 70 سنة بفضل الله سبحانه وتعالى، وإنك تفوز برضوان الله إلى يوم القيامة. الله أكبر. طب في المقابل بقى وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا، يعني 70 سنة، وفي رواية يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. كل ده بقى يا حبيبي باللسان. لسان يرفع في الجنة 70 سنة ويكتب بسبب اللسان رضوان المولى عز وجل على ذلك العبد، أو يهوي به في جهنم 70 سنة. تعرف 70 سنة يعني أنا وصل إلى قعر جهنم. الله يعافينا وعافيكم. تمام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم لما سمع صوت وجبة، يعني سقط في المدينة كده صوت رجة جامدة كده، فقال للصحابة أتدرون ما هذا؟ قالوا لا ندري يا رسول الله ورسوله أعلم. فقال هذا حجر ألقي من على شفير جهنم فما وصل إلى قعرها إلا بعد 70 سنة. الله أكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا والجوارح أو الأعضاء تكفر اللسان. يعني إيه تكفر اللسان؟ يعني تحذر اللسان أو تخضع وتزل للسان. خب بالك، إلا والأعضاء تكفر اللسان وتقول له اتقي الله، اتقي الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. يا خبر أبيض، يعني الجوارح دي كلها بتكلم اللسان كل يوم. ده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العينين والإيدين والرجلين والأذن وكل حتة في الجسم بتكلم اللسان كل يوم بتقول له اتقي الله فينا. ويوضح لك المشهد ده ان واحد يبقى ماشي في الشارع كده مفيش أي مشكلة واللسان ساكت مفيش مشكلة، فجأة انطلق اللسان مثلا في سب إنسان أو شتم إنسان، قام هذا الإنسان فلكم هذا الإنسان في عينيه، يبقى العينين اتضربت بسبب اللسان، وضربوا في رجليه فالرجلين اتضربت بسبب اللسان، والإيدين اتضربت، والواحد اترمى على الأرض في جسمه كله اتضرب في الأرض بسبب اللسان، وعياذا بالله وممكن يكون اتضرب في أي مكان في جسمه كل ده بسبب لسان. فالأعضاء كل يوم الصبح بتقول للسان اتقي الله فينا، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اتقي الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. طول ما انت بتقول كلام طيب، طول ما انت بتذكر ربنا، طول ما انت بتقرأ قرآن، طول ما انت بتذكر الناس بالخير ولا تذكر الناس بالسوء، ولا تؤذي احدا ولا تسب احدا ولا تجرح في احد، فنحن بخير بفضل الله سبحانه وتعالى. اما اذا سببت الناس وشتمت الناس واغتبت هذا وسعيت بالنميمة بين هذا وذاك وظللت تمارس الكذب او غير ذلك، او السب او اللعن او القصف او غير ذلك، فنحن سنقع في مصائب في الدنيا، بالإضافة أن احنا ندخل النار في الآخرة، بالإضافة أن احنا عياذا بالله تهوي بنا في جهنم 70 خريفا. أما لو كان اللسان طيبا، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اللسان الطيب الذي لا يذكر الناس إلا بخير ولا ينشغل إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فلو رزقنا الله عز وجل مثل هذا اللسان بفضل الله سبحانه وتعالى، اللسان يجعلك ما شاء الله حسنات
طول ما انت قاعد بتقول ايه سبحان الله، لو قلتها 100 مره تاخد 1000 حسنه، او يغفر لك 100000 سيئه بفضل، او يغفر لك 1000 سيئه بفضل الله سبحانه وتعالى. لو قلت سبحان الله العظيم وبحمدي تغرس لك نخله في الجنه باللسان. لو قلت سبحان الله وبحمدي 100 مره تغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. لو قلت الف لام ميم تاخد 30 حسنه وانت لسه قاعد. لو قرات جزءا من القران تاخد 6000 حسنه، تاخد 120000 حسنه، لان الصفحه الواحده ب 6000 حسنه. الله اكبر. لو قرات 8 اجزاء ونص تاخد 1000000 حسنه باللسان باللسان. ومع ذلك ممكن نفس اللسان ينشغل بالسب والشتم واللعن والغيبه والنميمه والكذب والبهتان وقصف المحصنات الى غير ذلك. فشوف الجوارح، عشان كده بتقول له اتق الله فينا فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. اسال الله ان يقيني واياكم شر السنتنا، وان يرزقنا خير السنتنا، وان يجعل لنا لسان صدق في الاولين وفي الاخرين، وان يجعل لساننا يا رب العالمين سببا للفوز برضوانك وسببا للارتقاء في جنتك. الله اللهم امين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك او اعجاب، ودوس على كلمه الاشتراك او سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناه وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامه الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لاصحابك عشان